يا بنتي اسمعي الكلام، انت هتركبي من هنا للتبه ولا انت هتركبي اي حاجه زي قدام الشغل على طول؟ اكيد مش هعصف نفسي من اول يوم يعني. هتصرف نفسك على تاكسيات؟ خليكي في حالك بقى، انت حره. ايوه، ما هو لو فوق ال 500,000 حضرتك ممكن تزود حاجه بسيطه وتتملك فيلا بجنينه خاصه 70 متر وبالجراج بتاعها. اه طبعا بالروف. لا لا لا، مفيش تعليق، قوانين الكومباوند حضرتك. اه طبعا طبعا ممكن حضرتك تقسط، وخصوصا ان مفيش فوائد، وكانك بالظبط بتدفع ايجار لمده معينه في مقابل بالظبط في مقابل انك تتملك فيلا لمده يعني بتزيد مع الوقت. تمام تمام حضرتك. تمام، سلام. ممكن استرسل واتفرج عليها، هي واخده ناصيه و... ايوه ماما، الحمد لله. ما اعرفش يعني مش باين لها حاجه. مظبوط شفته. بس ما اعرفش، قعدني مع ست كده وبعدين اختفى. طب باي 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 باي. خدي بصي في ده كده، ده فيه كل نماذج الفيلل والشقق بتاعت الكومباوند باسعارها وعروضها. ده لازم تحفظيه ميه. الو، ايوه 64 شارع المخلوف، العمارة اللي فوق اللبان نور. ايوه الدور الرابع. دور اوكي اوكي. مستر خالد، مستر خالد هيبقى في انتظار حضرتك. المرحلة الثانية. اوكي، مع السلامة. هو انا المفروض احفظ ده النهاردة؟ لا بس خليه قدامك وقت ما تحتاجي معلومة تاخديه منها، وانت مع الوقت هتحفظي الأسئلة بالإجابات. احفظ. بتقولي حاجة؟ لا تمام. يا جماعة اكتبوا الطلبات، هطلع اعمل نسكافيه مستر خالد ونازل على طول. لا لا، انا ايدي مش فاضيه حد تاني ياخد طلبات يا حبيبتي. وانت مش بتشتغلي معانا هنا؟ المفروض. طيب الناس الجديده هي اللي بتاخد طلبات الفطار. ايه ده، انت بتشتغلي معانا هنا؟ ده انا كنت فاكرك عميله والله. اخيرا الواحد نفسه فتحت على الشغل. ليه، واحنا كنا سادين نفسك ليه ان شاء الله؟ خلاص يا شباب انا هلم الفطار، ما يصحش يعني، دي اول مره تشرفني. ها قولي لي تحبي تفطري ايه؟ وعلى حسابي. ايه ده ايه ده، ما تصدقوش يا بنتي، ده متجوز وعنده عيال بطوله. بس يا حبيبتي خليكي في حالك. ها اطلب لك ايه؟ بصي انا بحب البيض بالصرمه والبابا غنوج و... لا والله انا فطرت بجد. هتتكسفي من اولها ولا ايه؟ معلش والله فطرت بجد. انت ممكن تسيبها في حالها على فكره. طيب ماشي. الو، سكاي فيو، مساء الخير، مع حضرتك تحت امرك. جمعتي حاجه؟ بصراحه لا مش قوي. لا ما خدي بالك، انت اللي هتردي على المكالمات المره الجايه. أرد أقول إيه؟ هتردي زي ما بقول كده بالظبط، المهم تخلي قدامك الورق وتعرفي العميل عاوز في حدود كام، وكل وتحت كل تصنيف العروض بتاعته. ألو، مساء الخير، منال مع حضرتك. تحت أمرك يا فندم. ألو، مساء الخير. مساء الخير، ألو سكاي فيو. مفيش ألو. ألو، مساء الخير، سكاي فيو. الو، مساء الخير، تحت امر حضرتك يا فندم، انا هيبه معاك. الو الو، مساء الخير، سكاي فيو معايا. الو، مساء الخير، سكاي فيو، هيبه مع حضرتك، تحت امرك يا فندم. الو، مساء الخير، سكاي فيو. الو، مساء الخير، سكاي فيو، تحت امرك يا فندم. حاجة؟ انت جديدة هنا؟ اول يوم. عشان كده. عشان كده ايه؟